غاب من أشجار الزيتون تحولت في ليلة وضحاها إلى أرض جرداء بعد استيلاء تنظيم داعش على قضاء بعشيقة وحي بحزاني المتآخم لها، وامتد الدمار ليشمل دور العبادة خاصة لمعابد الطائفة الأيزيدية، فضلا إلى سلب وتدمير المعامل المنتجة لزيت الزيتون والراشي والحلويات. المنطقة مدمرة من 70 إلى 80%، البيت الما محروق مهدوم والما مهدوم مسروق، هنالك حرق كامل لبساتين الزيتون، هنالك حرق وتدمير وسرقة أموال الناس والمعامل الراشي والطرشي وإلى آخره. بالنسبة إلى التعمير، التعمير معتمد على الاكتفاء الذاتي، متبرعين من ناحية العمل ومتبرعين من ناحية الأموال، وهنالك دعم بسيط من المنظمات ودعم من الوقف اليزيدي. يعني خلصت المدارس مثلا اللي كانوا عوائل مهجرة، قامت الناس بعد وصول الماء والكهرباء والخدمات وتوفير مثلا المراكز الصحية، الناس رجعوا لها حوالي تقريبا 25 عائلة من المنطقة مسيحية يعني، ونتمنى الموفقية للكل، ويا رب يعود الأمان للعراق ونعيش بصورة يعني طبيعية، محبة مسيح يزيدي مسلم شيعي سني كردي، كنا بشر. شباب من مختلف المحافظات العراقية شدوا الرحال في قضاء بعشيق وحي بحزاني للتضامن مع عودة العائلات النازحة مؤخرا، وتوجيه رسالة عراقية للعالم بالتعايش السلمي بين أبناء المجتمع العراقي الواحد. قررنا نحن نعمل جروب حتى ان نسوي التعايش السلمي في الموصل، بدايتها كانت في بعشيقة، حتى ان يعني نحسس اهالي الموصل انه اخوتهم من الجنوب وبغداد الوسط كنا معاهم. احنا صح كنا نازحين ولكن رجعنا شفنا الدمار وشفنا رجعنا عمرنا بيوتنا، عمرنا من مدينتنا مدينة الزيتون وفتحنا محلاتنا واسواقنا، نتمنى من باقي العوائل ترجع. جيت ناجح باملي ورجعنا الحمد لله والشكر، والله ان شاء الله يجي الامان للعراق كله. استتباب الامن والاستقرار وتوفير الخدمات حفز العائلات النازحه بالعوده الى مدينتهم رغم الدمار الذي لحق بها، لكنه افضل من البقاء في الايجارات والمخيمات. للشرقيه نيوز امجاد ناصر، ناحيه بعشيقه.